جميعا اهلا وسهلا في كل من يتابعنا في برنامج استراحه الظهيره. وصلنا لفقره خطار. اليوم ضيفنا كاتب بدا مشواره في الكتابه يعني بابداع وحرفيه عاليه، وبالاضافه كمان بانه له مؤلفات عديده بكتب مشتركه وموضوعات مختلفه بتناولها بتهم جميع القراء من جيله وعمره. تحديدا رحبوا معي بالكاتب احمد القلقيلي داخل الاستديو. اهلا وسهلا فيك احمد. اهلا وسهلا، نورتنا. يعني بدايه أحمد، بدي أبدأ معك في موضوع الكتابة، متى قررت بالذات أنك تدخل بهذا الموضوع وتبلش فيه؟ تمام، أول شيء بشكرك على الاستضافة الجميلة هاي على أهلا وسهلا فيك برنامج صراحة ظهيرة، وبشكر قناة ساموراء لأن فيكم. هس أنا بديت في بداية كتابتي كانت بسنة 19. نعم. بديت فيها من حد ما بلشت جائحة كورونا. يعني بتذكر يوم ما انحجرت 3 أيام، الواحد صار معاه ضغوطات وصار معاه يعني صار الواحد يعبر فيها عن طريق الكتابة. نعم. فبلشت أكتب عن الأشياء اللي صارت معنا داخل يعني بالأوضاع اللي صارت بالكورونا والصعوبات اللي واجهناها. فبلشت أكتب عنها يعني ونزلت على البرنامج السوشيال ميديا على الفيسبوك. حلو. فصرت أشوف إنه في إقبال، صار في ردود أفعال حلوة. إنه اكتشفت إنه بعرف أعبر، إنه بعرف أفسر عن الأشياء اللي بتصير معنا هون. حلو. فمن اللحظة هاي يعني من وقتها إنه بلشت قلت خليني اطور من حالي وبلشت في مجال الكتابه. نعم، جميل جدا. يعني بتخيل هذا الموضوع لما انت قررت انك تكتب وتنشر كتاباتك، كان في حدا عم بيدعم فيك، مين اللي كان عم بيدعمك احمد؟ هسه بالبدايه اول ما بلشت ما كان في داعم الي، بعدين شوي شوي بس بلشت اشتغل لحالي واتطور. اهلي بلشوا يدعموا فيا. دخلت بافريقيا، أفريقا الشبابية تدعم هاي المواهب اللي عندنا. حلو. حاليا أنا هسه بفريق اسمه فريق شلة للفنون والمسرح. طبعا هو اللي يعني اللي صار يدعمني، والحمد لله من وراثة أتطور وبشكره وبشكره الأستاذ يحيى عياش على دعمه المستمر لنا في مجال الكتابة يعني. أها، جميل جدا. طب يعني الكتب، أنت في لك أكثر من كتاب، الكتب أغلبها إلكتروني أم مطبوع هي؟ لا هسه أنا أول كتاب شاركت فيه اسمه أودلا، كان إلكتروني بي دي إف. نعم. بعدين لقدام شوي صرت اشارك في كتب مشتركه ورقيه. هم 4 كتب. تمام. خطوات مبعثره، وفي واحد اسمه كن كالشمس لا تنطفئ، ومن بين الحشود كتبنا. حلو. ايش الموضوعات اللي بحب تكتب فيها احمد؟ يعني اغلب كتاباتك بايش بتندرج تحت شو؟ هسا انا بكتب نصوص نثريه بس بميل للعاميه اكثر. بحب اكتب عاميه، بحب حلو. اكتب عاميه، بحب انه كيف بعبر فيها اكثر. حلو. ايش الموضوعات يعني بتهم مين؟ الشباب، خلينا نحكي في عمرك. بحكي عن الشباب، بكتب عن المشكلات الاجتماعيه اللي بتصير معنا. جميل. وبفسرها يعني بكتبها بنزلها على المواقع السوشيال ميديا كامله. كثير حلو. طب يعني لما بتكتب وبتنشر على السوشيال ميديا، ايش التفاعل اللي بيجيك؟ الفيدباك من اصدقائك، من الناس اللي عم تقرا لك؟ هسه انا طبيعه النصوص حكيت لك عاميه، بكتب اقوى من الفصحى عندي اياها. بحس انه بفسر يعني في كثير ناس ما بيعرفوا يفسروا عن شعورهم اللي بداخلهم، فانا بحاول اكتب عن الاشياء اللي بتعبر عن الشخص من داخله. فكثير في مثلا بقرا تعليقات لناس انه والله حكيت عني بالنص هذا، انا شفت حالي بالنص هذا، كانك بتحكي عني زيها. تمام تمام، حلو كثير. يعني بالضبط، يعني احنا النص اللي بننسجم معه بالعاده احنا كقراء، لما بيكون الكاتب عم بيكتب كانه عم بيكتب عنا، كأنه عم بيحكي عن مشكلتنا، عم بيحكي عن انه احنا بجواتنا كلام كثير، في كثير ناس تكون بجواتها كلام ما بتعرف ترتبه، ففيجي حدا بيرتبه ككاتب. فعن جد احنا بننسجم مع هذه النصوص الادبيه. انا يعني صراحه مبسوطه فيك كثير احمد. حابه تحكي لي قديش يعني حابب انه لقدام انك تطور كتاباتك، وشو ناوي تعمل، شو خطتك؟ هسا اكيد يعني كل كاتب بيطمح ليوصل لشيء، والواحد يعني يتعلم يطلع السلم درجه درجه لحتى صح. يوصل كل ما هو اطول، كل ما هو اعلى لفوق. واكيد انا ككاتب يعني بطمح انه اعمل مثلا كتاب يكون باسمي خاص فيك لوحدك. خاص فيي انا، هاي كمان مخطط لها لقدام باذن الله تعالى. حلو. راح اعمل كتب مشتركه، يعني اصدر، اصير اشرف على كتب مشتركه والف كتاب الي لحالي يكون. كثير حلو. طب يعني لما بتنشر هذه الكتب وبتشوف انه فعلا الشباب من حولك عم بيقراوا لك، ايش اكثر شيء عم تعليق بتسمعه؟ يعني مثلا ايش حدا عم بيقول لك بعد ما يقرا هذه الكتابات اللي بتكتبها؟ زي ما حكيت قبل انا انه كثير يعني كثير بالنصوص اللي بكتبها
يعني بتحسيها جد انها هي بتحكي عنك، أها يعني انه جدتي نفسك بهذا النص. حلو، برأيك السوشيال ميديا بتساعد أي حدا ليطور اكيد موهبته اكيد السوشيال ويظهرها؟ ميديا هسه صارت في الفترة هاي يعني اقوى داعم للانسان، يعني اي واحد عنده موهبة، اي واحد عنده اشي صار ينزله على السوشيال ميديا، يعني خصوصا الفيسبوك. فيسبوك يعني عدد مشتركين فيه، الحسابات الكثيرة كثير كبيرة، يعني فأي اشي يعني بتقدر توصل معلومة، توصل حلو موهبة، صار كله على السوشيال ميديا. صح، وهي بتخيل كمان سهلت الطريق لأي حدا انه بالضبط، يظهر سهلت الطريق ويبين. لكثير ناس انهم ينشروا اشياءاتهم، ينشروا موهبهم على السوشيال ميديا. كتير حلو. في صعوبة بتواجهك وانت عم تكتب اي نص؟ يعني مثلا انت قلت لي انه انت تكتب بالعامية وهلا عم بتحاول انك تكتب بالفصحى، هل الانتقال من العامية للفصحى سهل؟ يعني مثلا او اللغة العربية الفصحى، بتخيل اللغة العربية هي لغة صعبة مش سهلة أكيد لغتنا، أكيد يعني في ايش صعب. في مشاكل معينة بتواجهك ولا عم بتحاول انك مثلا تشتغل عليها بجانب معين سواء باللغة او من اي شيء؟ هسا أنا الفصحى مش ما إنه ما بكتب من مرة، لا بكتب، كتبت يعني بكتب إلي نصوص فصحى شاركت فيها بالكتب المشتركة، نعم أما أنا على صفحاتي على مواقع التواصل الاجتماعي كله بكتب بالعامية. نعم وأكيد هسا لما أحول نص من عامية لفصحى بكون الموضوع صعب شوي صح من خلال تحويل المعاني، صح تحويل المصطلحات. صح أكيد طبعا. طب يعني هلأ لما نيجي نحكي إنه هذا الشخص بيكتب وهو كاتب جيد، أكيد هو أيضا قارئ جيد، لمين بتحب تقرأ أحمد؟ هسا انا بدي اكون صريح معك، اقرا لناس كتب مثلا انه يعني خفيف كثير، بس انا بقرا للاشخاص اللي عندي، يعني هسا اكيد انا كاتب، اكيد عندي اصدقاء مثلا كتاب مثلي، نعم فبحب اقرا نصوصهم يعني، اما يعني امسك كتاب واقرا يعني نادرا. طيب هلا احكي لي، لما انت بتيجي بتكتب في مثلا بتكون انه اذا يعني في ناس مثلا بيكتبوا لانه بيشوفوا موقف معين بيستفزهم، ممكن بيعبروا عنه، ممكن بحالة خلينا نحكي اسلوب نثري، اسلوب شعري، اسلوب بخاطرة معينة، انت لما بتيجي بتكتب بتكون انت مقرر تكتب بناء على موضوع معين او بناء على مثلا ظرف طارئ هيك شفته اشي استفزك؟ لا انا بكتب الجهتين، بكتب لما يصير في عندنا مثلا ظاهره معينه صارت بكتب عنها، نعم وبكتب كمان على اشي يعني اشي نفسي يصير يكون ساير معي داخلي، يعني بعبر عنه عن طريق الكتابه. تمام كتير صراحة، احنا مبسوطين كتير فيك أحمد، بتمنى لك كل التوفيق، إن شاء الله بنشوفك بمراتب عليا وبيكون لك إصدار خاص باسمك، وبدي أشكرك جدا لوجودك معنا، وأيضا بتمنى لك فيما أيام مقبلة نستضيفك إن شاء الله بمراحل متقدمة ومتميزة. كل الشكر لك أحمد الله يشكرك خلقيني، على نورتنا التقديم. لليوم.